بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. This lecture is continuation of toxicology of therapeutic drug. The lecture will be presented by Dr. Ibrahim Ogalla, Assistant Professor of Clinical Chemistry. In this lecture, we are going to talk about acetaminophen, which is commonly known as paracetamol. Acetaminophen, either solely or in combination with other compounds, is used as analgesic drug. الأسيتامينوفين ممكن يستخدم بصورة مفردة أو بالإضافة أو in combination بالاتحاد مع بعض الأدوية الأخرى as analgesic drug. كمسكن للألم. In health subject, therapeutic dose have few adverse effects. في الشخص العادي الجرعة العلاجية ممكن يكون عندها few side effect. Overdose of acetaminophen, however, is associated with severe hepato toxicity. استخدام أو الجرعات الزايدة من الأسيتامينوفين ممكن تؤدي لظهور تسمم الكبد هيباتو توكسيسيتي. Absorb acetaminophen is bound with high affinity to various protein resulting in low free fraction. امتصاص الأسيتاميوفين دائما بيكون بالارتباط مع بروتينات مختلفة، عشان كده دائما ما بنلقاه موجود في البلد بصورة free fraction، يعني free fraction منه بنلقاه بconcentration قليل، لأنه هو دائما بيكون في circulation متحد مع البروتينات. The time frame for the onset of hepatocyte damage is relatively long. عشان ما يظهر الهباتو toxicity or hepatocyte damage نتيجة لاستخدام الأسيتامينوفين، this take a long time. بتاخد فترة طويلة. In average adult serum indicator of hepatic damage do not become abnormal until 3 to 5 days after ingestion of toxic dose. في المتوسط بالنسبة للأضل، بالنسبة للأشخاص البالغين، ما بنلقى يعني المستوى بتاع الأسيتامينوفين في السيرم ما بدينا indication أو عامل أو مؤشر للهيباتيك دامج اللي هو تلف خلايا الكبد إلا بعد 3 لـ5 أيام من تناول التوكسيك دوز. The initial symptoms of toxicity are vague, non-specific and non-predictive for hepatic necrosis. العلامات الأولى والأعراض الأولى هي بتكون فيك، ما واضحة، نان سبيسيفيك، غير محددة، وما بتديني أي بريدكتيف، أي مؤشر لأنه في هيباتيك نيكروسيس. أسيتامينوفين is rapidly cleared from the serum. ودي واحدة برضو من المشاكل بتاعته، إنه إحنا ما بنقدر نتعرف عليه لأنه هو بيحصل له rapidly clear من السيرم، بيحصل له clearance بصورة سريعة من السيرم. Determination of acetaminophen is made many hours after ingestion. فعشان نحن نحدده مفروض طوالي القياس بتاع الأسيتاميوفين يتم بعد ساعات من الانجكشن. In this situation it is unknown the toxic concentration of acetaminophen were present at some previous طيب، وبالتالي لأنه بيحصل له كلير بصورة سريعة من السيرم، نحن ما بنقدر نحدد الكونسنتريشن بتاعه للبريفيوس تايم. To aid in this situation, nomograph or nomogram available are the predicting hepato toxicity. عشان كده عشان يساعدوا في العملية بتاع تحديد الهباتو توكسيسيتي استخدموا جراف
أو كيرف كده يعرف به الناموجراف أو الناموجرام، ده بحدد لنا الهيباتوتوكسيسيتي أكتر من قياسنا للأسيتومينوفين أو نقيس الأسيتومينوفين، بعد ذاك نيجي نعمل الناموجراف. بالتالي بنقدر نحدد ده هيباتوتوكسيسيتي ديو تو أسيتومينوفين. Heavy consumer of ethanol metabolize acetaminophen at more rapid than average. الأشخاص اللي بيتناولوا الإيثانول بكميات كبيرة بيحصل لهم metabolize للأسيتومينوفين more rapid، بالرغم من إن إحنا قبل ذكرنا إنه الأسيتومينوفين ما بيقعد بصورة كبيرة في السيرة، بيحصل لك clear أول بأول. بالإضافة لذلك الناس اللي بيتعاطوا مواد كحولية بكميات كبيرة العملية دي بتكون عندهم more rapidly أسرع. This result in more rapid formation of reactive intermediate، وبالتالي حيصار لهم reactive intermediate بصورة كبيرة. بيزيد increase possibility of depleting glutathione at lower dose than normal، وبالتالي الجلوتوثيون بيحصل له depletion في المرضى ديل at lower dose than normal. Therefore, alcoholic patients are more susceptible to acetaminophen. The nanogram for interpretation in this patient is an inappropriate. نحن ذكرنا إنه النانوغرام ممكن يساعدنا في تحديد التوكسيسيتي with acetaminophen because الأسيتومينوفين is rapidly cleared from the plasma، لكن في الأشخاص اللي بيتعاطوا الكحول بكميات كبيرة حتى الناموجرام ما بيساعد في الانتربريتينشن of these patients. Signs and symptoms of paracetamol poisoning. العلامات والأعراض للتسمم أو التوكسيسيتي of acetaminophen or paracetamol قسمناها لثلاثة مراحل. المرحلة الأولى اللي هي بتكون في أقل من 24 ساعة، المرحلة الثانية اللي هي ما بين 24 ل 48 ساعة، والمرحلة الأخيرة اللي هي في أكثر من 48 ساعة. نجي نشوف المرحلة الأولى إذا كانت قسنا الأسيتومينوفين أو تابعنا المريض بعد تناوله للباراسيتامول في أقل من 24 ساعة، هنا بيحصل له شنو؟ بيحصل أنوركسيا، نوزيا، and vomiting. أنوركسيا اللي هو فقدان شهية، نوزيا والفوميتين. ما بين 24 و 48 ساعة بتظهر العلامات في صورة abdominal pain، hepatic tenders، prolonged prothrombin time، elevated plasma amino transferases and bilirubin. وده بساعدنا عن طريق انه نحنا نعرف التغيرات الميتابوليك ميتابوليك abnormalities بالنسبة للشخص اللي تناول جرعات كبيرة من الباراسيتامول، اللي هو بكون عنده ألم في البطن، hepatic tenderness اللي هو الليفر بتكون متضخمة وحاصل فيها tenderness، بالإضافة للprolonged prothrombin time بيحصل فيه امتداد بيزيد زمن التجلط، elevated plasma amino transferases والliver enzyme AST and ALT are elevated، وكذلك بيظهر عندنا high bilirubin. أما بعد الـ 48 ساعة بيحصل جونديس وممكن يؤدي ل هيباتيك انكوفلابسي، رينال ان هيباتيك فيلير، واخر مرحله وصل رينال فيلير ان هيباتيك فيلير. The management of paracetamol poisoning. The antidote is N-acetylcysteine. This is given by intravenous infusion initially at high dose and then in lower dose over 20 hours.
بلازما كرياتينين and prothrombin time should be checked before starting at end of treatment. لمعالجة التسمم أو التوكسيسيتي of باراسيتامول بندي المريض لو أنتيدوت ما يعرف بالإن أسيتايل سيستين، وده بنديه للمريض إنترافينوس. في البداية بنديه هاي دوز، وبعد ذاك بنجي نديه نقلل الدوز، الكلام ده لمدة 20 ساعة. قبل ما نبدأ الإنترافينوس إنفيوجن مفروض نعمل بلازما كرياتينين to check renal function and prothrombin time to check liver function before starting وبعد ما نخلص من التريتمنت. The method of analysis include the reference method for quantitation of acetaminophen is serum. In serum is HPLC. Immunoassay is currently the most common method. Competitive enzyme and fluorescent polarization immunoassay system are most frequency. ممكن نستخدم الأمينو أور أمينو أور أميونو أسي ميثود اللي هي دي تعتبر الكومن ميثود المستخدم حاليا، ومثال لها الكومبيتيتيف إنزيم أور أميونو فلوريسن بولاريزيشن أميونو أسي سيستم هي الموست فريكوينتلي يوزد ميثود. This is a reference for further reading. Thank you for good listening and see you in the next lecture.